All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وفي مقطعنا اليوم راح يكون ايش راح يصير لو آرثر مورغان ما قاوم وما تعارك مع مايكا بيل في النهاية الثانية، في النهاية لما آرثر مورغان يرجع ويسرق فلوس دوتش. فتعالوا سويا نخش في المقطع. طيب زي ما نزلنا قبل كم يوم شفنا النهايات السرية في النهاية الطيبة اللي فيها تساعد جون مورستين، الآن راح نشوف النهاية السرية في النهاية السيئة اللي فيها تسرق فلوس دوتش. طيب بداية خلونا نستذكر النهاية السيئة سويا. طبعا في المهمة الأخيرة لآرثر مورغان انت مخير بين خيارين، يا انك تساعد جون مورستين انه يبدأ حياة جديدة او انك ترجع لفلوس دوتش وتسرقها. طبعا سابقا ساعدنا جون وشفنا كيف مايكا بيل قتلنا بأبشع الطرق، الآن راح نرجع لفلوس دوتش ونسرقها. تعال نشوف سويا. Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but... You want the money? You head down. I gotta go to my family. Here. Take this. And this. And get out of here. I'll see you around, John Marston. Be safe. Dutch. Micah. Come and get me, you bastards. Dutch! Come and get me, you bastards! To the top. زي ما شفتوا آرثر أعطى جون مورستين قبعته وأغراضه وشنطته وغيرها، بعدها رجع للفلوس ورجع للمخيم وتحديدا رجع لفلوس دوتش المخبأة والسرية. طبعا في أثناء رجوع آرثر مورغان للمخيم القديم راح يقابل العديد من البينكرتينز والمباحث، آرثر مورغان يعني لازم أنه يقتلهم عشان يرجع للفلوس وفلوس دوتش، وفعلا آرثر مورغان قتلهم جميعا وخش للكهف أو زي ما يسموه البعض مخيم العصابة الأخير. لما يوصل للموقع راح يحصل فلوس دوتش موجودة تحت هذه العربية زي ما تشوفون، ولما تأخذ المبلغ الأسطوري راح يكون تقريبا 42,000 دولار، وذيك الفترة 42,000 دولار يعني مبلغ جدا جدا كبير، وهذا المبلغ يعني كفيل انه يعيشك حياة جديدة بعيدا عن الإجرام. ومن وجهة نظري انا صراحة اشوف انه 42,000 هذه كفيلة انها تعيش العصابة حياة جديدة وبعيدة عن الإجرام. صراحة ما أدري ليش دوتش كان باقي يبغى فلوس. في أثناء خروج آرثر مورغان من الكهف هذا اللي راح يصير. I figured that you and I had some unfinished business. زي ما تشوفون هنا ما في إلا جلد في جلد بالسكاكين، وطعنا من هنا وطعنا من هناك، ورح يستمر هذا الوضع إلين هذه اللقطة. Oh
got me pretty good, Black Lung. Come on now. Let's end it! زي ما شفتوا آرثر عض يد مايكا بيل وبعدها جاء دوتش. طبعا هذه هي النهاية الطبيعية انه آرثر يعض يد مايكا وبعدها يجي دوتش ويستمر النهاية. لكن سؤالنا ايش راح يصير لو ما قاومنا مايكا حنش في اللقطة السابقة؟ تعالوا نشوف. You got me pretty good, Black Lung. Come on now. Let's end it! You're going to die. Oh, I got you, sad bastard. Die! زي ما شفتوا طعن آرثر مورغان طعنة جدا جدا بشعة وتقريبا طعنوا في حلقه أو صدره أو في هذه المناطق. صراحة أشوف هذا المشهد جدا جدا صعب خصوصا أني أنا أحب شخصية آرثر مورغان، وصراحة أشوف هذا المشهد أصعب وأبشع مشهد لآرثر مورغان، وأشوفه حتى أبشع من المشاهد اللي شفناها في النهاية الطيبة. طيب خلونا نشوف النهاية الطبيعية سويا. Stop this! Just stop this! Both of you fools! He's turned, Dutch. I told you, he's turned. No! He came back here to rob you. I didn't turn, Micah. You did. Tell Dutch what you said to Agent Melton. Shut your mouth. You're talking nonsense. You're the rat, Micah. I'm Molly, dude. Him. You're dying, Black Lung. Yeah, you're dead. Inside, you're dead. Come on, Dutch. Let's get the money and get out of here. Dutch. Let's go. It's nonsense! Of course it is! وهذه هي نهاية الأسطورة آرثر مورغان لو رجع وسرق فلوس دوتش. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، كيف كانت نهايتكم؟ هل رحتوا ساعدتوا جون مورستن أو إنكم رجعتوا للفلوس؟ طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم. The many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn.